السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ كيف حالكم يا صبايا؟ اليوم هنحكي عن موضوع مهم جدا، هو ترند هذه الساعة، وهي الحرب بين الصين وتايوان. هل سيحدث فعلا حرب بين الصين وتايوان؟ للعلم، تايوان هي قريبة جدا من الصين، وتايوان هي عبارة عن ملكة الرقائق الإلكترونية. هل هذه الحرب ستؤثر علينا كعرب؟ هل التنين الصيني بقدرته الكبيرة الهائلة من حاملات طائرات ومن طيران حربة ومن قوة بشرية قوية، هل سيقدر أن يحتل طيب؟ حدث فعلا هذا الأمر، هل سيحدث عنا في قطاع غزة أو في فلسطين أو في الوطن العربي مشاكل؟ للعلم، في تايوان أكبر مصنع للرقائق الإلكترونية. الرقائق الإلكترونية تدخل في جميع الصناعات، منها السيارات والطائرات والسفن وجميع أنواع الإلكترونيات الحديثة كالجوالات والموبايلات، وهذه الرقائق الإلكترونية أكبر مصدر إلها تايوان. وتايوان إذا صار فيها مشاكل هيأثر على الاقتصاد العالمي، ممكن الدولار ينزل وممكن الين الصيني ينزل ويؤثر على الاقتصاد العالمي. هل نحن كمسلمين أو كعرب نتمنى فوز مين؟ أمريكا وتايوان أم الصين وروسيا؟ أنا من ناحية شخصي إنه الصينيين هذول هم المغول الجدد. أتمنى في هذه المعركة أن لا تنتصر الصين، لأن الصين إذا انتصرت في هذه المعركة ستحتل تايوان واليابان وكوريا الجنوبية. الصين لها أطماع في العالم العربي. هل تعلموا أن الصين لحتى اللحظة هذه ما فيش فيها لا دين ولا ديانة؟ هل تعلموا أن الصين لحتى اللحظة هذه الفكر تاعها شيوعي؟ هل تعلموا أن الصين لا فيها عندها حرية رأي ولا عندها شيء مميز أنها تقدر تصدره للعالم غير البضاعة اللي بتصدرها التي تغزو العالم فيها؟ لأن الأيدي العاملة في الصين رخيصة جدا. للعلم، إحنا كعرب لازم مش نأيد القوى الأمريكية، لا، لازم نقف على الحياد، لأنه هذه المعارك بصراحة تضر بالاقتصاد. ونصيحة لكل متابعين قناة عالم نمبر ون، لكل واحد بشوفني في الوطن العربي، إنه فيها لا يتمنى الحروب بجد. المسلم لا يتمنى الحروب. مصنع الرقائق الإلكترونية الموجود في تايوان هو أكبر مصنع في العالم، بتصدر منه ألمانيا وفرنسا وكل دول العالم تستورد منه، خاصة الدول المتقدمة، حتى أمريكا نفسها بتستورد من هذا المصنع، وكل دول أوروبا تستورد من هذا المصنع الوحيد عالميا، وله قدرة هائلة في هذه الرقائق الإلكترونية. لماذا الصين تكره تايوان؟ هذا سؤال مهم جدا، لأن الصين في يوما ما كانت تايوان ملجأ للعناصر الهاربة من القوة الشيوعية. هل تعلمون أنه صارت حرب قبل عدة سنوات بين القوى الشيوعية داخل الصين وبين القوى الرأسمالية؟ انتصرت بها القوى الشيوعية. هذه القوى الآن تسيطر على أجزاء كبيرة من العالم باقتصادها. الاقتصاد الصيني بجد قوي جدا، ولكن في هذه المرحلة احتلال تايوان سيؤدي إلى كارثة عالمية، كارثة اقتصادية وكارثة بمعنى الكلمة، لأن التنين الصيني لن يشبع بتايوان، بل سيجوع أكثر ثم أكثر ثم أكثر ليحتل دول أخرى. لذلك نحن من هذا المنطلق، من هذا الفيديو الرائع الذي حكيت فيه باختصار عن مشكلة تايوان، أنا في هذا الفيديو وضحت لكم بشكل مختصر وبسيط وعفوي كيف تقول به الأمور في تايوان إذا حدثت حرب. لذلك نسأل الله أن تكون بلاد المسلمين آمنة، ونسأل الله مضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين، ونسأل الله أن تكون هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. قناة عالم نمبر ون، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس.